وصيتك في نهاية الحلقة لي ولكل المشاهدين الكرام ماذا تقول فيها؟ وصيتي لنفسي ولإخواني وأخواتي هي قول ربي جل وعلا: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلة والله واسع عليم. فهل تصدقون وعد الشيطان وتكذبون وعد الرحمن؟ لا والله أبدا. صدقوا وعد الرحمن وكذبوا وعد الشيطان لتشعروا بالسعادة والأمان في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك وحسن حق سيدي الكريم.